أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف السابع بمدرسة التميز النموذجية بالمرحلة المتوسطة، ومع الدرس الرابع المقرر عليكم في هذا العام بإذن الله عز وجل. درسنا في هذا اليوم يا شباب عن من شعائر دين الأذان والإقامة. في البداية، إظهار شعائر الإسلام نعمة عظيمة من أجل النعم. إظهار شعائر الإسلام، إننا أبين وأوضح هذه الشعائر لعباد الله سبحانه وتعالى، فهي نعمة عظيمة ومن أجل ومن أعظم ومن أفضل النعم. فيه يتجلى الشكر لله تعالى. لما أنا أظهر هذه الشعائر يبقى بشكر ربنا عز وجل، وأمتثل أيضا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإظهار الشعائر وسيلة إعلامية، لما أنا أظهر هذه الشعائر وأبين هذه الشعائر فهي وسيلة إعلامية تعلم الناس وتعرف الناس على دين الله تبارك وتعالى، فهي مهمة للتعبير عن هوية الأمة الإسلامية وخصائصها وثقافتها. فالأذان برهان، يعني دليل على تمسك البلد بالإسلام، وعون على طاعة الله وإقامة شرعي. نوضح يا شباب في هذه الشريحة معنى الأذان والإقامة. يعني إيه الأذان والإقامة؟ أوضح معنى الأذان والإقامة وحكمهما وصيغتهما. التعريف: الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، أما الإقامة فهي الإعلام بإقامة الصلاة والبدء بها بألفاظ خاصة. يبقى الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، أما الإقامة إعلام بإقامة الصلاة. يبقى علشان أعرف إن مثلا الظهر حان، يبقى لازم أؤذن. علشان أصلي لابد أن أقيم الصلاة. حكم الأذان: فرض كفاية على المقيمين وسنة للمسافرين. يعني ايه فرض كفاية يا شباب؟ فرض كفاية معناها اذا فعلها بعض المسلمين، اي اذا اذن بعض المسلمين، سقط الاثم والذنب والحرج عن المسلمين الاخرين. فهو فرض كفاية على المقيمين، يعني اللي قاعد في بلده، اللي قاعد فين؟ في بلده. فهو فرض كفاية. اما المسافر الذي خرج من بلده إلى بلد أخرى فهو، أي الأذان، سنة في حقه. أما حكم الإقامة فهي سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة يا شباب للصيغة، يعني الكلمات بتاع الأذان معروفة كما هو واضح أمامكم، وأيضا كلمات الإقامة واضحة. فكلمات الأذان هي الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى أقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله أيضا مرتين. ثم أقول حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين. ثم أختم ب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بالنسبة للإقامة فهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله كذلك مرة واحدة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فيها شباب شروط لابد أن تكون معروفة للأذان والمؤذن. الأذان نفسه
والمؤذن الذي يؤذن لهذا أو الذي يفعل هذا الأذان ويؤذن للصلاة. ففي هذه الشريحة نبين الشروط الواجب توافرها في الأذان والمؤذن. أما عن الشروط الواجب توافرها في الأذان فهي خمسة: النية، ودخول وقت الصلاة، تمام، ومطابقة لقواعد اللغة العربية. يبقى أنا وأنا رايح أذن يبقى فيه نية موجودة لهذا الأذان. دخول وقت الصلاة ما ينفعش إن أنا أؤذن قبل وقت الصلاة، يعني مثلا صلاة الظهر يؤذن لها الساعة 12:00، 12 يعني، تمام، ما ينفعش أروح أذن الساعة 11:30 أو 11:15، فلا بد أن يكون هناك دخول لوقت الصلاة حتى يصح هذا الأذان. أن يكون هذا الأذان كلماته مطابقة لقواعد اللغة العربية، ما ينفعش مثلا أؤذن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، لا، معروف إن كلمات الأذان باللغة العربية. الشرط الرابع أن يكون الأذان مرتبا ومتواليا، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا مرتب إلى آخره. ما ينفعش أجيب مثلا وأقول حي على الصلاة قبل أن أقول أشهد أن محمد رسول الله ومتواليا. يعني إيه متوالي؟ يعني ورا بعضه. ما ينفعش يكون هناك فترة زمنية طويلة بين الكلمات. الشرط الخامس في شروط الأذان رفع الصوت، يبقى صوتي مرتفع عشان أسمع البعيد، وهكذا. أما عن شروط المؤذن الذي يؤذن والذي يرفع هذا الأذان فهي أربعة: الإسلام، ما ينفعش واحد كافر يرفع ليها الأذان. 2: العقل، ما ينفعش واحد مثلا مجنون أو واحد مثلا نائم أو واحد مثلا شرب خمرا والعياذ بالله ويذهب ليؤذن لأنه لا يعي ما يقول. 3: التمييز، التمييز يعني لو هناك صبي صغير عنده 10 سنوات أو 7 سنوات وعارف كلمات الأذان ومميز لهذه الكلمات فيؤذن، أما غير ذلك فلا، حتى ما ينفع يعني لا يلخبط في الكلمات الأذان ولا يؤديها بصورة صحيحة، فنبعده عن هذا الأمر طالما أنه غير إيه مميز. الشرط الرابع للمؤذن الذكورة، يبقى الرجل هو الذي يؤذن، المرأة لا تؤذن في حضرة الإيه الرجال، تمام. أما عن شروط الأذان والمؤذن أيضا فنوضح مكانة المؤذن ومستحبات المؤذن أو الأذان. فضل المؤذن، اللي بيأذن ده يا شباب له فضل ومكانة عند الله عز وجل، الذي يرفع الأذان ويعلم ويعرف المسلمين بدخول وقت الصلاة. طيب يا أستاذ، إيه الدليل على إن المؤذن له فضل عند الله؟ الدليل ما رواه سيدنا طلحة ابن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فجاء المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يعني أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني أرفعهم مكانة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. ما يستحب في المؤذن؟ المؤذن الذي يؤذن للصلاة يستحب له إيه يا شباب؟ بعض الأمور المهمة: أولا الطهارة، يكون طاهر متوضي، الأمانة عشان يؤدي الكلمات بصورة طيبة وصحيحة، العدل، يكون راجل عادل مش ظالم لحد، البلوغ، يعني القلم كتب عليه أو أنه بلغ السن الشرعية التي بها يؤدي العبادات أداء صحيحا، حسن الصوت، يكون صوته طيب وجميل، العلم بأوقات الصلاة، يكون المؤذن دوت عارف أوقات الصلاة بيؤذن لها متى، استقبال القبلة، لما يجي يأذن يبقى مستقبل وجهه للقبلة.
أخيرا تحريق الرأس يمينا ويسارا عند الحيعلتين. لما يجي يقول حي على الصلاة يبقى يجعل وجهه ناحية اليمين، وعندما يقول حي على الفلاح يجعل وجهه ناحية اليسار حتى يسمع كلا الجانبين. آداب الأذان والإقامة يا شباب، التزموا بما حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص الأذان والإقامة. فعند سماع الأذان لمني أجي أسمع المؤذن بيؤذن للصلاة، ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يعني المؤذن بيقول الله أكبر، أقول خلفه مباشرة الله أكبر إلى آخر الأذان. طيب المؤذن انتهى من أذانه، بعد سماع الأذان أقول إيه؟ ورد عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللي هو الأذان، يقول إيه يا شباب؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ما شاء الله، شوفوا الجزاء والثواب العظيم عند الله عز وجل الذي يعني يردد الأذان خلف المؤذن ويقول هذا الدعاء، يبقى له مكانة ومنزلة عند الله عز وجل. طيب المؤذن انتهى من أذانه، طبعا في وقت بين الأذان وبين إقامة الصلاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. يبقى المؤذن انتهى من أذانه في فترة زمنية بين هذا الأذان وبين إقامة الصلاة 10 دقائق أو ربع ساعة، يبقى أنا أصلي فيها السنة تمام القبلية للفروض، ثم أجلس في مكاني وأدعو الله تبارك وتعالى، فالدعاء بين أذان المؤذن وبين إقامته للصلاة لا يرد بإذن الله عز وجل. نذهب يا شباب أخيرا إلى هذه الشريحة التي فيها ماذا تعلمت من الدرس. تعلمت من الدرس يا شباب 5 أمور. الأمر الأول إيه؟ أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. الأمر الثاني المحافظة على إظهار الشعائر الإسلامية، يبقى أنا كمسلم أظهر هذه الشعائر وأفرح وأسعد إن أنا أظهر هذه الشعائر الإسلامية لكي يعرف الناس دين الله فيدخلوا فيه بإذنه عز وجل. وكم عرفنا وعلمنا أن أناسا دخلوا دين الله سبحانه وتعالى لما سمعوا الأذان بصوت طيب من بعض المسلمين. 3، لا تجوز الزيادة على صيغة الأذان، ما ينفعش أزود على الصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي أقرها عن أصحابه الكرام الذين رأوا في منامهم هذه الصيغة. 4، للأذان والمؤذن شروط ومستحبات لابد أن نعرفها وأن نتعلمها حتى نؤدي الأذان بطريقة صحيحة ترضي الله تبارك وتعالى. 5، للأذان والإقامة سنن مستحبة، يبقى الأذان نفسه والإقامة لهما سنن مستحب أن يأتي بهما المسلم. إذن يا شباب كان درسنا في هذا اليوم عن من شعائر دين الأذان والإقامة، تعرفنا فيه سريعا على معنى الأذان والإقامة، ووضحنا الفرق بين الأذان والإقامة والحكم الشرع للأذان والإقامة وصيغة كل من الأذان والإقامة، وتعرفنا كذلك على شروط الأذان والمؤذن، وتعرفنا أيضا على فضل المؤذن ومكانته عند الله تبارك وتعالى، ثم تعرفنا على ما يستحب في المؤذن أن يكون عليه وقت رفعه للأذان لهذا الأذان. طيب
أيضا تعرفنا على آداب الأذان والإقامة عند سماع الأذان، نقول إيه يا شباب، وبعد سماع الأذان ماذا نقول، وبين الأذان والإقامة ماذا نفعل، ثم أخيرا تعرفنا على الدروس المستفادة من هذا الدرس. في نهاية هذا الدرس يا شباب، أتمنى لكم النجاح والتوفيق والسداد والرشاد، وإلى مزيد من التفوق إن شاء الله تبارك وتعالى، ونلتقي بكم على خير في درس قادم آخر. إلى هذا الحين لكم مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.